أرسل لي صديقي أنور عمران قصيدة كتبتها على ورق الرز، بيقول فيها: بودي كلما شاهدت مسافرا لو أقول له خذني معك، أتأمل طوله والفضة التي يلبسها وأكسر بالبكاء شبابيكه، وبودي لو كان أخي. افتتح يوم الجمعة سيمبوزيوم الفن لستة وثلاثين فنانا من قوميات ودول مختلفة في مدينة كريفيلد. بعد المشاركة في معسكر فني دام أسبوعا، أبدع فيها الفنانون بإنشاء العديد من اللوحات والأعمال الفنية التي أثارت انبهار الجمهور. هو كان متصور أنه هدول اللاجئين ناس ما لهم علاقة لا بالثقافة ولا بأي شيء، شافوا يعني تفاجأوا، كلهم دكاترة وأطباء ومهندسين فنانين حقيقيين عم بينتجوا الثقافة، عم بينتجوا الفن. نحن سفراء لبلادنا، بنكون يوم من الأيام راح نكون سفراء لألمانيا كمان بالمنطقة. نحن نتمنى أن ننقل هالتجربة يلي عم نسويه هون لمناطقنا، خاصة روجافا. السيمبوزيوم كان حلقة تعليم متبادلة بعد أن منح الفنانون الفرصة للعمل معا طيلة أسبوع كامل. بتبادل خبراتهم وتجاربهم بشكل عملي مع بعضهم البعض حول كيفية العمل معا، ولكن قاموا بذلك بشكل احترافي ونظري أيضا. الأيام التي قضاها الفنانون معا وهم المنحدرون من ثقافات مختلفة عبرتهم من خلال تجربة جميلة أثرت بدورها على الأعمال التي أنتجوها والرسائل التي حملتها أعمالهم. عم يصير نقاشات دائما عن الفن، عن دور الفن، عن القيم، القيم التعبيرية، عن كل ما يجول بعالم الفن. بالواقع كان دائما حاضر بلقاءاتنا مع بعض. بالنسبة لبعض الفنانين كانت الفرصة ثمينة جدا، لأنها منحتهم إمكانية اختبار العمل مع الآخرين والخروج من حلقة المرسم المغلقة. السيمبوزيوم أنا بالنسبة إلي كسرت هذا الحاجز اللي بيني وبين لوحتي، بيني وبين فكرة أني بس فقط بحسن أرسم بالمرسم. هذا الحاجز أنا تحررت منه. هذا بالنسبة إلي أنا بعتبرها تجربة جدا رائعة، كانت أول تجربة إلي أني أرسم مع مجموعة كبيرة من الفنانين ومع أساتذة كبار، وفي تنوع جدا بأنماط الرسم، بالمدارس، بالطرق التعبير. يعني كان هذا الشيء ساعدني حتى أنا أثر بشغلي. حمل الملتقى الاتجاهات المختلفة للفن، ولكن بقيت الرسالة واحدة، إلا وهو أن الفن بكل أشكاله يوحد المختلف ويعتبر أسمى أداة ضد العنف والحروب. دجال حاجي لقناة اليوم، مدينة كريفيلد.